لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الخبير الأمني أحمد الشريفي من بغداد. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. بداية يعني نود أن نعلم كيف يتم منع مثل هكذا هجمات الطائرات المسيرة تطلق يعني من أماكن قريبة من القاعدة وبالتالي لا ترصدها الرادارات، إذا يعني هناك مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يجمع فقهاء الشؤون العسكرية على أنه الدرون يمثل معضلة لمنظومات الدفاع الجوي، وهو تحدي بالحقيقة في إطار حروب غير تقليدية، وبالتالي ضمن قدراتنا الوطنية لا نمتلك إمكانية الردع لمحدودية منظومات الدفاع الجوي واعتمادها على المنطقة مقاومة الطائرات، وهي مهيئة أو مصممة لمواجهة الطائرات المقاتلة السريعة وحتى في التعبئة في القوة الجوية، هي حينما تشاغل مدفعية الميمطيب الغاية منها إجبار الطائرات المهاجمة بارتفاعات منخفضة إلى التسلق بارتفاعات متوسطة وعالية حتى تدخل ضمن مديات الصواريخ. وما يؤسف إليه بسبب الفساد وسوء الإدارة، نحن لا نمتلك منظومات الردع باستثناء مقاومة الطائرات التي لا تصلح في كثير من الأحيان في مواجهة الدرون. وما يؤسف إلى أن قاعدة بلد هي بالحقيقة قاعدة عسكرية عراقية، يعني حتى لا يتواجد فيها أمريكان باستثناء سرب الأف 16، وسرب الأف 16 الآن بإدارة كاملة عراقية، فضلا عن أنه هو الجهد الوحيد الذي نواجه فيه داعش التي باتت تشاغل حتى في حزام بغداد. والرأي العام العراقي استمع إلى آخر ضربة كانت في حزام بغداد في الطارمية، اي بمعنى انهم دا يسكتون ما اخر ما نمتلكه من قدرات ردع لمواجهه سيد الارهاب. احمد، الا يفترض وبتحديد خلايا داعش التي باتت مرنه ومتحركه؟ نعم، الا يفترض وجود اطواق امنيه حول هذه القواعد العسكريه مثلا، كاميرات حراريه ايضا؟ كيف يتم اختراق كل هذه القواعد وقصفها واستهدافها ثم الانسحاب بكل اريحيه؟ لا، بالحقيقة على مستوى القدرات الوطنية الحزام الضامن لأمن القواعد لا يزال غير متاح، وكما أكدت بسبب الفساد وسوء الإدارة. على مستوى قاعدة عين الأسد على سبيل المثال، كانت البطاريات التي تضمن حصانة القاعدة هي السيرام، الآن عززت ببطارية من منظومات الصواريخ اللي بالحقيقة احتمال كبير جدا أن تعزز فيها أيضا السفارة الأمريكية. ومعنى ذلك أنه أصبحت المنظومة الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي التي تمثل الأهداف الحيوية هي بيد الولايات المتحدة، أي بمعنى أنه إحنا بسبب هذه الفعاليات العشوائية سنخسر سيادة بلدنا، وتعود الولايات المتحدة الآن تمسك بمنظومات الدفاع الجوي وبالسيادة الجوية ابتداء من التغطية الرادارية والانتهاء بمنظومات الردع القتالية، كلها بيد الولايات المتحدة. فأنا أعتقد هذه ضربات عشوائية غير مجدية، حتى سياسية غير مجدية. من يتصور أنه سيكون هناك عدول عن حكومة الأغلبية إلى التوافق هو واهم، لأن أساسا حكومة الأغلبية هي متبنى ومدعومة إقليميا ودوليا، وتأتي ضمن إطار توازنات جديدة سترسم مستقبل العراق القادم. فضلا عن أنه الجهات التي تتبلى خيار الأغلبية لا تستطيع أن تتنازل عن هذا الخيار، لأنه خيار جماهير وليس خيار زعامات وقيادات. وبالتالي يجب أن يعيد النظر هؤلاء الذين يمارسون مثل هكذا النشاطات، وأن يذهبوا باتجاه القبول من مخرجات العملية السياسية، وأنه هو هذا النظام الديمقراطي، فيه رابح وخاسر، فيه أغلبية وفيه أقلية، فيه جهة حاكمة وجهة معارضة، فليقبلوا بهذا الأمر، وإلا نحن على اعتاب التدويل، ومسألة التدويل ليست مستبعدة. نعم سيد، هذا الهجوم اليوم على قاعدة بلد وأيضا استهداف الخضراء، هذه الهجمات كلها في أي خانة تضعها؟ يعني ما هي الرسائل المراد إيصالها إلى الحكومة؟ بالحقيقة هي تصفية حسابات ونزاع سياسي، والرسائل كلها رسائل سياسية، لا نقول إنها بمضامين أخرى. الغاية منها الابتزاز وإخضاع الخصوم إلى النزول عند رغبات ونزوات الجهة التي تمارس مثل هكذا نشاط. ولكن كما قلنا، ما عادت الإيرادات المحلية مطلقة حتى تذهب باتجاه التوافق والتسويات، وإنما هي مقيدة بإرادة جماهير
بضغط الشارع واضح جدا انه حال اللجوء الى حكومه التوافق سيخرج الشارع مجددا، ولربما ندخل في دوامه الفوضى، فضلا عن التوازنات الدوليه التي باتت ترى ان العراق يمثل جهدا معطلا لمشروع في منطقه الشرق الاوسط يصنف باقليميه دوليه جديده، بمعنى تخضع فيه الى معايير امن الطاقه وامن الحلفاء، وتدخل في هذه مساحه اللعبه السياسيه الدول الكبرى لا سيما الدول الخمس الدائمه العضويه. ولاحظتم كيف ان المانيا جددت لبقاء قطعاتها القريبه من اقليم كردستان لمده تصل الى شهور عديده. هذه بالحقيقه لم تكن قضيه ارتجاليه او قضيه عابره، وانما ضمن استراتيجيات وجدوا ان الاقليم غير امن، وبوصفهم حلفاء للقدرة القتالية الضامنة لأمن إقليم كردستان وهم البيشمركة وللإقليم، وجدوا أن من الضروري جدا البقاء. وأنا في تقديري أن الولايات المتحدة أيضا تعيد النظر على مستوى الانسحاب بدأت بشكل أو بآخر تعزز من قدراتها، بادئ ذي بدء القدرات الجوية، ثم لا نستبعد أن تتحول العمليات بالنسبة للولايات المتحدة من العمليات الدفاعية إلى الهجومية، وأن ذاك يستخدم تدخل دران الأمريكي في حرب الإدرانات، وربما تبدأ في مشوار جديد خطر ذات بعد سياسي عسكري، وهو استهداف منظومة القيادة والسيطرة، وهذه قد تخلق لنا إرباكا نحن في غنى عنه. نعم، أود أن أشكرك الخبير الأمني أحمد، اجتمعنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.